حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الموقع بوست، منظمة دولية تعلن تراجع حالات الكوليرا في اليمن. يمن مونيتور، مصادر مطلعة في وزارة الاتصالات تقول تطوير وتحديث شبكات الاتصالات متوقف منذ 2014. الحياة، صحيفة عربية تؤكد الحوثيون يفرضون إعادة التأهيل على الموالين لصالح. البيان، مغترب هندي بالسعودية يترشح للانتخابات في بلاده. أهلا بكم. دوما يظل الصحفيون هم الحلقة الأضعف في الحرب، ففي تعز حيث يتم تعريض حياتهم للخطر، يظهر من حين إلى آخر كبح للحريات أو للهامش الذي يرافق التحرر من الميليشيا. وأخيرا، وفقا لموقع المشاهد نت، هناك التهديد والتحريض على مراسلي سكاي نيوز بالقتل في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الموقع، يتعرض مراسل قناة سكاي نيوز في اليمن الزميل محمد القاضي لحملة تحريض وتهديد بالقتل في مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها تلقت بلاغا من الزميل محمد القاضي يفيد فيه بتعرضه لحملة تحريض وتهديد بالقتل وشتم من قبل ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي قد تجعل حياته في خطر على خلفية تغطياته الصحفية. وأدانت النقابة هذه الحملة الخطيرة على الزميل القاضي محذرة من المساس به، وتدعو السلطات الأمنية والعسكرية بتعز إلى التحقيق في هذه الحملة، كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة وتوفير الحماية للمراسل وطاقم العمل معه. قال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية ليمن مونيتور إن أكثر من نصف مليون خط هاتفي ثابت خرج عن منظومة خطوط التغذية في عدد من المحافظات اليمنية. وكشف المصدر ليمن مونيتور أن الانقطاع وخروج أكثر من نصف مليون خط هاتفي ثابت عن الخدمة يعود إلى عدة أسباب، منها أعمال تخريبية ومنها قيام بعض المواطنين بسرقة مادة النحاس. وتابع قائلا، كان لدينا أكثر من مليون خط ثابت، أما الآن فما يقارب 600 ألف خط هاتفي ثابت فقط يعمل. وقد ساهم انتشار الهاتف النقال في عدم الاهتمام بالهاتف الثابت كما كان في السابق. وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومقرها صنعاء قد قالت في وقت سابق وفقا للموقع إن منظومية وآلية التطوير توقفت منذ 2014، وهو العام الذي سقطت فيه صنعاء بيد ميليشيات الحوثي. من جانبها، قالت مصادر مطلعة في وزارة الاتصالات للموقع إن عملية التحديثات متوقفة منذ عام 2014، كما توقف التخطيط المسبق لمواكبة التطورات والازدهار منذ العام نفسه. في الشأن المحلي، كتب عبد الحبش البحش مقالا نشره موقع التغيير نت بعنوان السجل الأسود للحوثيين في استهداف المدنيين، وجاء في المقال، وفقا للتحقيقات التي جرت بواسطة منظمة العفو الدولية بخصوص واقعة ميناء التواهي عام 2015، فإن القوات التابعة لصالح والحوثيين أطلقت قذائف الهاون على النازحين في ميناء التواهي الذين كانوا ينتظرون مجيء القارب لينقلهم إلى مناطق أكثر أمنا مثل البريقة أو جيبوتي. في تعز نذكر حالة واحدة من عشرات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي اقترفها صالح والحوثيون في المدينة، حيث تعرضت العديد من الأسواق الشعبية والأحياء السكنية في 21 من أكتوبر 2015 للقصف بنحو 20 صاروخ كاتيوشا في غضون 3 دقائق، وأسفر الهجوم عن مقتل 35 شخصا وإصابة أكثر من 100 شخص معظمهم من النساء والأطفال. من الواضح أن قوات صالح والحوثي تعمدت قصف المدنيين بشكل عشوائي، وخاصة في مدينتي عدن وتعز، لأن صالح والحوثيين لا يكترثون لحياة السكان المدنيين ولا لدمار الأشياء المدنية، وكل ما يهمهم هو كسب الحرب والسيطرة على المدن مهما كانت العواقب. إن امتلاك صالح والحوثيين للأسلحة الثقيلة والعدد الكبير من المقاتلين ساعد بشكل كبير على استهداف الأحياء السكنية وخوض حرب شوارع طويلة الأمد في عدد من المناطق اليمنية بشكل عام وفي مدينتي عدن وتعز بشكل خاص،
ما أدى إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. في عنوان بارز جاء في موقع الموقع بوست: أطباء بلا حدود تسعى لإغلاق مراكز علاج الكوليرا في اليمن بعد انخفاض نسبة المصابين. وقال الموقع إن منظمة أطباء بلا حدود أكدت أن حالات الكوليرا المبلغ عنها في مراكزها انخفضت بشكل ملحوظ مؤخرا، حيث سجلت الإحصائيات الخاصة بها انخفاض عدد الحالات. وذكرت المنظمة في موقعها الإلكتروني بأنه لم يكن هناك سوى 9% من المرضى الذين قبلتهم المنظمة الأسبوع الماضي ويحتاجون إلى دخول المستشفى، وأشارت إلى أن الحالات المتبقية تعود إلى مسببات الأمراض الأخرى، وكشفت بأنها ستغلق بعض مراكز المنظمة الخاصة بعلاج الكوليرا وستخفض قدرتها. من عناوين موقع عدن الغد البارزة: سكان سقطرى بعرض البحر في وجه المخاطر، رحلة العودة إلى المنازل. وقال الموقع: يواجه الآلاف من أبناء جزيرة سقطرى خطر الموت غرقا كل يوم في رحلة العودة إلى الجزيرة أو الخروج منها. وطبقا للموقع فإن الآلاف من أبناء الجزيرة يستقلون قوارب صغيرة في طريقهم إلى عدن والمكلا ومحافظات جنوبية أخرى. وقالت مصادر محلية لصحيفة عدن الغد إن القوارب المستخدمة صغيرة ويتم تحميلها بكم هائل من البشر، الأمر الذي يعرضها للغرق. في رؤية تحليلية كتبها الخبير بمنطقة جنوب البحر الأحمر والقرن الأفريقي عبد السالم ونشرها موقع المصدر أونلاين، وردت الكثير من الإجابات حول المطامع الدولية في الممرات المائية القريبة من اليمن. وقال الكاتب في جزء من رؤيته التحليلية: انهيار الاتحاد السوفيتي أحدث فراغاً استراتيجياً هائلاً في منطقة الشرق الإسلامي، وهو الفراغ الذي سعت إيران إلى استثماره منذ وقت مبكر، ومن ثم قدمت نفسها كبديل استراتيجي للإمبراطورية المنهارة في منطقة الشرق الإسلامي باعتبارها أهم مكون حضاري في هذه المنطقة الشرقية. ومن ثم ظهرت بمظهر الغيور والمدافع عن منطقة الشرق والرافض لأن يسلم الشرقيون مركزهم القيادي للغرب. ومن حينها بدأ الصراخ الإيراني المطالب بضرورة إبقاء الشرق مستقلاً بمركزه القيادي وتراثه الحضاري والديني عن الغرب. والقصد من هذا الصراخ الإيراني هو تهيئة الساحة الإقليمية والرأي العام في المنطقة لاستقبال الكيان الإمبراطوري الفارسي الجديد بمفهومه التاريخي باعتباره الكيان القائد للشرق. في أواخر عام 2001 وبالتحديد عقب أحداث 11 من سبتمبر وانطلاق الحرب الدولية ضد الإرهاب، بدأت اللجنة التي شكلها القائد الأعلى للثورة الإيرانية من كل من الحكومة الإيرانية ورئاسة الجمهورية والمراجع الدينية ومكتب قائد الثورة تعد مشروع الاستراتيجية الإيرانية لتحديد مستقبل إيران في الخارج، ومن ثم رسم الشكل الإمبراطوري لإيران في المنطقة. وفي أواخر عام 2004 أعلنت الحكومة الإيرانية أنها توصلت إلى صوغ استراتيجية إيرانية تحدد المعالم المستقبلية لوضع مستقبل إيران في منطقة جنوب غرب آسيا، وتعرف هذه الاستراتيجية باسم الوثيقة الإيرانية العشرينية من عام 2005 وحتى عام 2025، أو الخطة الإيرانية العشرينية، وهي تعتبر أهم وثيقة قومية وطنية بعد الدستور الإيراني، كونها تضع التصورات المستقبلية للدور الإيراني خلال 20 عاماً، وتهدف إلى تحويل إيران إلى نواة مركزية لهيمنة إقليمية في منطقة جنوب غرب آسيا كلها. عنوان موقع المصدر أونلاين في صفحته الرئيسية: نحو 50,000 لاجئ أفريقي وصلوا سواحل شبوة منذ بداية العام وعصابات التهريب تتزايد. وقال الموقع: انعكس تزايد تدفق اللاجئين على تزايد عصابات التهريب، خصوصا في ظل الفراغ الأمني الذي تشهده المحافظة ذات السواحل البالغة مساحتها 230 كيلومتر تقريبا. ويضيف الموقع: تحول اللاجئون إلى مغنم كبير لعصابات التهريب التي تقوم باستغلالهم وتعذيبهم والمتاجرة بهم. ورصدت منظمة خطوات للتنمية المدنية أكثر من 10 حالات تعرضت للسلب والنهب في مدينة عتق مركز محافظة شبوة خلال شهر أكتوبر الجاري فقط من قبل عصابات تمتهن التهريب. وأشار لاجئون آخرون إلى أن جنودا من القوات الحكومية ضالعون أيضا في عمليات الابتزاز والنهب، وأن البعض منهم لديه اتصالات مع زعماء عصابات التهريب التي تدر عليهم
أموالا كثيرة. إذا لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. بين قوسين مساحة أسبوعية نسلط من خلالها الضوء على قضاياكم وهمومكم، نتتبع إنجازاتكم الثقافية والرياضية والفنية، نقف على أبرز القضايا السياسية والاجتماعية ونناقشها بدقة وتفصيل، نستطلع الشارع ونستضيف المعنيين والمختصين بحثا عن الحلول. أهلا بكم مجددا. مصافي عدن تستنفذ وقودها لتشغيل محطات الكهرباء. تحت هذا العنوان نقلت صحيفة العربي الجديد عن وكالة الأناضول خبر ضخ آخر كمية متوفرة من المازوت والديزل تبلغ 1500 طن لإعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة في عدن. وبحسب التقرير فإن محطة الحسوة الكهروحرارية وشهناز وحجيف كانت قد توقفت عن توليد الكهرباء من بين 5 محطات تعمل في عدن لعدم وجود مادة الديزل. يتابع التقرير نقلا عن مهندس في شركة مصافي عدن أن الكمية التي تم ضخها ستكفي لتشغيل المحطات لمدة لا تزيد عن 3 أيام وبنظامها السابق لأربع ساعات تشغيل وساعتي إيقاف. هذا وكانت قد وصلت ساعات انقطاع الكهرباء خلال يومي السبت والأحد إلى 8 ساعات تعطيل مقابل ساعتي تشغيل فقط. وأضافت العربي الجديد أن مشاكل الكهرباء التي تنوعت بين نقص في محطات التوليد وانعدام الوقود اللازم لتشغيلها لم تستطع الحكومة وضع حلول ناجعة لها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن منذ أكثر من 3 أعوام. في تقرير لصحيفة الحياة اللندنية يقول في عنوانه: الحوثيون يفرضون إعادة التأهيل على الموالين لعلي صالح. أكدت للحياة مصادر متطابقة في صنعاء أن قادة عسكريين يتبعون صالح أبلغوا أن الحوثيين يمنعون كل فرد من قواتهم من المشاركة في جبهات القتال مباشرة قبل أن يمروا عبر مراكز حوثية في محافظات صنعاء وذمار وعمران وصعدة. وتقول الصحيفة إن ذلك يتم لأجل إعادة تأهيلهم وتغيير ولائهم وجعله ولاء مطلقا للجماعة ومنهجها الفكري. وقالت هذه المصادر إن هناك معلومات عن قيام الحوثيين باستقطاب عدد كبير من الضباط والجنود عن طريق مراكز إعادة التأهيل وبعض الإغراءات المادية، إضافة إلى صرف رواتبهم بانتظام أسوة بعناصر الميليشيات والكتائب الخاصة التي تأتمر بأوامر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي من مخبئه في محافظة صعدة. وفي الشؤون العربية والدولية كتب سمير عطالله في جريدة الشرق الأوسط بعنوان تغير الأعلام في أربيل قائلاً: في الثالث من هذا الشهر غاب الزعيم الكردي جلال طالباني، وفي الثلاثين منه تنحى منافسه التاريخي مسعود بارزاني عن رئاسة الإقليم. لا علاقة للقدر بالسياسة، لكن بعد غياب الأول وعودة الثاني إلى صفوف النضال في البشمركة علامة من علامات الصراع الكردي الأبدي. ففي خطاب التنحي اتهم بارزاني جماعة طالباني بالخيانة العظمى. خبيرنا في الشؤون أو الشجون العراقية الزميل عدنان حسين يبلغنا أن في إقليم كردستان 32 حزبا. هل تعرف أين يمكن أن تجد الرقم نفسه؟ في أرمينيا. تتشابه أحوال الشعوب المتشابهة القضايا في كل شيء، خاصة في أرقام الحظ. تقاتل المسيحيون في لبنان مع الطوائف الأخرى، لكن المعارك الكاسرة كانت فيما بينهم، والشاحنات المفخخة التي تقتل 370 شخصا في الصومال يعرف أصحابها أن الضحايا لن يكونوا من السويد بل من أهلهم وأبريائهم. وفي حرب بارزاني طالباني كان الجاني والضحية كرديا. وفي تراجع المسألة الكردية الآن بسبب تهور بارزاني وخيانة الآخرين الخاسر واحد. وإذ يعتب الرجل على تخلي الأصدقاء وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ينسى أمرين جوهريين في السياسة، أولهما لا يمكن الاعتماد على واشنطن في النفس الطويل، والثاني أنها حذرته علنا من مجازفة. واضح أن هذا ليس وقتها ولا ظروفها. النكسة ليست لبارزاني وحده، بل للإقليم الذي اضطر إلى إعادة الكثير من الصلاحيات إلى بغداد
بعدما مارس استقلالية لسنوات من دون اعتراض. الآن سوف تعود قرارات ومواقف ومواقع أربيل إلى صراعات السياسة في العراق، ولن تبتعد عائلة بارزان كثيرا عن مقاليد الزعامة، لكن مرحلة جديدة سوف تبدأ حتى لو كانت بزعامتها. وصفت صحيفة القدس العربي ما قاله أحد الأكاديميين الإيرانيين عن فلسطين أنه مثل صدمة. وقالت الصحيفة: في سابقة تعتبر الأولى من نوعها على الإطلاق، صرح أحد أساتذة جامعة طهران الحكومية أن الشهيد ياسر عرفات الزعيم الفلسطيني كان إرهابيا، وأنه لا ضرورة لشعار الموت لإسرائيل. وفي مقابلة بثتها قناة خبر التابعة لمنظمة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، قال مجتهد زادة: لماذا نكتب على صواريخنا الموت لإسرائيل؟ لماذا لا نكتفي بالإعلان عن مدى صواريخنا؟ وذكر اسم إسرائيل يعطي الذريعة للغرب ضدنا فقط. وأضاف: ليس من الحكمة والذكاء أن نقوم بدعاية عدائية ضد إسرائيل، لأننا ندفع ثمنا لهذه الدعاية غير الضرورية. وانتقد مجتهد زادة الجهاز الدبلوماسي الإيراني لعدم رده على التصريحات السعودية التي اتهمت الثورة الإيرانية بأنها مصدر الإرهاب، قائلا: ياسر عرفات والصهاينة بدأوا الإرهاب في المنطقة، لماذا الخارجية الإيرانية لم ترد على اتهام الرياض لمؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله خميني بأنه جاء بالإرهاب لأول مرة في المنطقة؟ البيت الأبيض ينفي أي علاقة بين توجيه تهم لمساعدين سابقين لترامب وحملته الانتخابية. عنوان بارز في موقع شبكة البي بي سي جاء في تفاصيله أن البيت الأبيض الأمريكي نأى بنفسه عن الاعتقالات التي نفذتها السلطات الأمريكية وتوجيه تهم لمساعدين سابقين لترامب وحملته الانتخابية بشأن صلتها بروسيا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه ليس هناك أي علاقة بين لائحة الاتهام الموجهة ضد مساعدين سابقين لترامب وحملته الرئاسية. وعن قضية مستشار السياسة الخارجية السابق في حملة ترامب الذي أقر بالكذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي حول اتصاله بأستاذ جامعي روسي له علاقات مع مسؤولين في الكرملين، قالت المتحدثة إن بابادوبولوس كان دوره محدودا للغاية في حملة ترامب. وأضاف الموقع أنه اعترف بأنه كذب على المحققين وأخفى اتصالاته بأستاذ جامعي على صلة بموسكو خلال عمله لدى ترامب وليس قبل، كما تشير وثائق المحكمة. وأضاف أن الروس يمتلكون فضائح تتعلق بمنافسة ترامب للديمقراطية هيلاري كلينتون. من أكثر الأخبار المنوعة قراءة في صحيفة البيان: مغترب هندي بالسعودية يترشح للانتخابات في بلاده. وقالت الصحيفة إن الهندي براكاش رانا الذي يعمل في السعودية منذ 32 عاما تقدم للترشح في الانتخابات التشريعية عن منطقة همشال بارديش، وأعلن خلال حملاته الانتخابية أنه سيتبرع براتبه عن عضويته في البرلمان للفقراء إذا فاز في الانتخابات، مضيفا أثناء الدعاية للحملة الانتخابية أن حلم والده كان أن يخدم الشعب، وأنه ترشح لتحقيق ذلك الحلم، وأنه كان دائما يتبرع ب10% من دخله من أجل إسعاد الناس. تتابع الصحيفة: ستجرى الانتخابات التشريعية في همشال براديش في 9 نوفمبر القادم، فيما ستعلن النتيجة في 18 ديسمبر. إذن أحداث أمس كما وثقتها ونشرتها عدسات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف، نتابعها في جولتنا المصورة.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.